يعني ام تشكو من ان ابنها عصبي، عنده 14 سنه سن مراهقه طبعا، وبيرفض فكره الصلاه. هل بتسال فضيلتك هل فيه هناك دعاء يساعده على الهدايه يعني، او التوجه للصلاه او الطاعه يعني؟ حضرتك انا عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه، هنا اسلوب تربوي مهم. بيقول لك ان المحب لمن يحب مطيع. نعم. يعني ايه بقى يا مولانا؟ يعني انا لما احب امي قوي اي حاجه امي هتطلبها مني هعملها على طول على طول كده. انا لما احب واحد بعمل كلامه، بسمع كلامه واطيعه. فلو انا بحب امي قوي وشايفه ان هي في خدمتي، شايفه ان هي قدوه قدامي، وشايفه ان هي صادقه في كل شيء ومضحيه وكم تسهر من اجلي وبتجهز الطعام وتروح ممكن تروح الشغل وتيجي تعمل الحاجات دي كلها، الولد والبنت لما تشوف امه كده او ابوه بيحبه او كده هينكشف ان هو ما يعملش الحاجه اللي ابوه عاوزها، واخد بال حضرتك؟ فهيبادر اولا لفعل هذا. طيب الولد جه في سن المراهقه 14 سنه او البنت والامر مستعصي، وده شيء طبيعي بقى لازم احنا نتقبله، لان سن المراهقه مش زي السن اللي قبليه ولا اللي بعديه، بيبقى فيه تأبي شويه، الولد او البنت عاوز يثبت ذاته شويه، عنده نوع من التمرد، نعم. عنده نوع من الاستقلاليه، عاوز يعمل نفسه انسان مستقل، فيقول لك لا مش هصلي دلوقتي، هستنى شويه، او مش هصلي. تعمل ايه الاب والام؟ هل ان احنا هنا نقهره؟ لا، يبقى واحده واحده معاه، لان في سن حرجه. يبقى الام والاب يكون فاطنا في هذا الامر، احنا عاوزينه يتعلم الصلاه ليستمر على الصلاه، ولا نريد منه ان يصلي الان ويقطع بعد ذلك. اللي يجعله يستمر على الصلاة ان هو نخليه يحب الصلاة. وازاي احنا نحببه فيها بقى؟ بحاجات كتيرة. احكي له ازاي وانا في سن المراهقة كده كنت بروح مع المسجد، في المسجد مع والدي، وازاي الناس كانت بتحبني، وازاي الناس كانت بتقدمني في الصلاة، وازاي بيحصل كده حضرتك كتير. يعني الواحد هو في السن الصغير، كنت اروح المسجد حضرتك، انا فكنت اروح، انا عندي 14 سنة، فكنت بعض الناس يعرفني ان انا حافظ القران وعاوزين يقدموني، في بعض الناس مش عاوزين يقدموني، متحفزين شويه، صغير يقدموا ازاي وكده، او 15 سنه. فطبعا انا سكت من دوعي خلاص سكت، ففضلت كده لحد ما ايه المؤذن غاب مره، والراجل راح ايه راح اللي هو بيمنع يمنع اي حد يخش، راح مؤذن. طب هيقيموا الصلاه، هو مش عارف يصلي يعمل ايه، فمحتار مين اللي هيصلي، عاوز يشوف اي حد وهو مش قادر يخش. فواحد داخل من المسجد قال له ما تدخل فلان على مجدي وهو صغير. يا سلام. راح شوف بقى هنا، اذكر كده لابني مثلا، واي واحد يحصل له موقف زي ده ازاي يحصل له تفريك للقلب وهو في المسجد، بلاش ان هو يصلي امام. فدخلوني امام وخلاص، ومن ساعتها بدانا. انما انا بقول احكي لابني كده الحاجات دي واقعد بهدوء، وما بينوش ان الصلاه دي مش عاوزين، بيقول لك اوعى تاخد الصلاه من باب التكليف الكلفه وخذها من باب الكلفه. يعني ايه يا مولانا؟ قال له باب الكلفه يعني باب المشقه، اوعى تاخدها من دي. باب الكلفه يعني ايه؟ باب الكلفه باب التعلق والحب. يا سلام. يقول لك انسان ده كلف بفلان، يعني متعلق به، يحبه بكل كيانه. انا عاوز الصلاه بقى وكل الطاعات اخذها من باب الكلف وليس من باب الكلفه او التكليف. طيب انا استاذن فضلتك في يعني فاصل سريع، ونعود بعدها لاستكمال هذه الحلقه الخاصه التي نجيب فيها على اسئله الساده المشاهدين، مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا، نعود بعد الفاصل باذن الله.